السلام عليكم البنات، كنتمناكم ان شاء الله نلقاكم ان شاء الله مزيانين. عيدكم مبارك ان شاء الله كما تمنيتو. يا ربي الصحه والسلامه ان شاء الله، العقبه غيمه ان شاء الله يا ربي. شوفوا البنات، نوض بكري اليوم كما تشوفوا، راجلي مشاو يتصلي، انا فتحت شويه بنتاناس. شوفوا البنات الجو اللي عندنا هنايا في هولندا، ما شاء الله اليوم الشتاء. المهم اش غادي نقول لكم، صافي البنات دابا غادي نبارطاجي معكم شنو درت ان شاء الله. راني درت اش غادي نقول لكم، المهم دابا غادي نوريكم شنو درت اليوم ان شاء الله العيد. اول حاجه البنات شوفوا، درت الخبز، عجنت الخبز البنات، كنستنى يتخفف عاد نقرصو ان شاء الله. ودرت حتى الكسكسو البنات شوفوا، عندي ولادي كي يحمقوا على الكسكسو، قلت انا نديرهم علاش لا. وصافي دابا بقاني الكسكسو والخبز ان شاء الله، ونجمع شويه الدار. عندي الدار نقيه ولكن غادي نشفها شويه، نجمعها شويه ان شاء الله. وصافي غادي نسيقها شويه وندير حتى شويه ديال البخور ان شاء الله يا ربي. راه عندي هنايا راه موجدتهم كما تشوفوا البنات، ها هي غادي نديروا شويه ان شاء الله باش تعطي واحد المنظر ديال العيد ما شاء الله. وصافي البنات من بعد غادي نكمل معكم ان شاء الله. البنات هي شيعتها، دابا غادي نخليها حتى غادي تغعد ان شاء الله، نديرها فيه هذاك الطبخور اللي عندي. هنا البنات هي فتحت شويه الباب كما تشوفوا، فتحت شويه الباب باش نسيق شويه ان شاء الله. المهم كما تشوفوا واحد الجو ما شاء الله. وصافي البنات من بعد غادي نكمل معكم ان شاء الله. المهم البنات هي الفحم، صافي دابا غادي نديرو فيه هذاك الطبخور. ها هي البنات دابا غادي نخليه يدوخ شويه هكذا، ندخل داخل ان شاء الله. وصافي البنات دابا غادي نديرو شويه الدار ديالنا كامل، غادي نبخرو شويه الرواقات وكل شيء ان شاء الله يا ربي. المهم هاد الطبخه زوينه والله العظيم. المهم هي القران، درت الحجه، المهم البنات غادي نحط هنايا شويه الطبلة. المهم البنات هي الحلويات اللي درتو، هاد الحلويات درتو، هذا راني بارطاجيت معكم هذا، ولكن هذا عاد مبارطاجيت معكم. المهم البنات وهذا الشيء اللي كاين، ان شاء الله يكون بخير. المهم البنات هي الخبز ديالي، درت جوج الخبازيات، صافي بقى لي شويه غادي نديرو السفنج ان شاء الله. المهم البنات بقى لي هذا، غادي نديرو السفنج وصافي باش يجي راجلي يكون هذاك السفنج كلشي موجد، الخبز موجد والسفنج موجود. المهم البنات هي السفنج ديالي كيما جات، اول مره درت السفنج والله العظيم. المهم ولكن جماعة ان شاء الله شوف، المهم البنات هي السفنج ديالي. المهم غادي نحط هنايا في الطابله، عندي ها هي كيما جات البنات. كنتمنى يعجبكم هذا السفنج اللي درت شاركت معكم اليوم، المهم كنجي ما شاء الله غادي نقول لكم. شوفوا البنات في فين غادي نفتح معكم واحد ضروريه، شوفوا البنات شوفوا 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 ايوا. المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ها البنات ها هي الخبز ديالي كيما جات، شوفوا البنات شوفوا 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 تتشيش الخبازات ما شاء الله. شوفوا شوفوا البنات دابا غادي نفتح معكم واحد، ها هي البنات شوفوا شتو ما شاء الله، واحد الريحه ما شاء الله. المهم البنات هي حطيت الخبز هنايا من الطابله. المهم هي الفطور ديال اليوم وجدت، وجد يعني الخبز والسفنج،
المهم ضروري اكيد نديرو شويه الزبده وشويه من الملازه مع الدراري والزيت الزيتون والقص وحتى سيسو دير تاكوت. ما بغيش ندير سكسو ولكن بنتي من البارح كتقول لي يا ماما دير لي سكسو وصافي. المهم هذا الشيء اللي كان وراجلي جا وجبني هذاك الترويصات كما تشوفوا وصافي. من فطرنا الراجل مشى يجيب الحوري وحنايا بقينا هنايا كان يعني باش نبلس الدراري حيتهم هذاك الكسوة كل شيء اللي شريتهم وهذاك يعني شي رغالهم صغيرين وصافي. وهذا الحوايج دير الراجلي. المهم انا درتها قولونيا كرغالو هو درني هذا. المهم البنات هذا الشيء اللي كان ديما راجلي كيفرحني من نهار العيد كنشكره بزاف بزاف. وحتى انا درت هذاك كونونيا ولكن فتحها ما بقاش هذاك الشغض. صافي البنات وجدتهم هذاك البستيدوت انا شريتهم جوج وحتى راجلي يعني شرا هذاك جوج انا قبل مني وصافي. هي كادوتي اللي درتني يا راجلي هي دارني بيرفوم كونونيا. المهم البنات هي البستيدوس اللي غادي نبلسو لبنتي حيت انا شريتهم هذا وبابا شريتو هذاك الاخرين. المهم ما علينا ما شاء الله وصافي. المهم هي البنات كادوتي اللي درت انا راجلي هذا غير هي وهو فتحها ما بقاش هذاك الشغل حيت مشاو باش يصلي دارتها فيها وهذا الشيء اللي كاين. وانا لا انا عاد ما فتحتهاش غادي نفتح معكم اكيد ضروري خصني نفتحها معكم وصافي البنات. هذا الشيء اللي كاين دابا غادي نفتحها. اسمحوا لي غير على التصوير حيت كاين مرة التليفون ديالي ما نقدرش نصور حيت هذاك اللي كيصور ليا مهرس ليا خصني نشري له واحد لاخر. وصافي البنات هي بروفيم اللي فتحت معكم هي. ومهم نشوف ندوقها ضروري خصني نشمها عاد ما شمتهاش نشوف هذاك الريحه اللي عندها. المهم البنات ها هي دابا غادي نفتح معكم نشوف هذاك الريحه. واخا والله الا عندها واحد الريحه ما شاء الله البنات اش غادي نقول لكم على الريحه طوب. وصافي البنات هذا الشيء اللي كاين. ومن بعد صوري لي راجلي واحد المقطع من هذاك الحوريات من مشات جاو باش يجي الحوري ديالنا. وصافي هذا الشيء اللي كان البنات ديال نهار العيد كيما تشوفوا. وصافي ما شاء الله على حوري والله الا تبارك الله عليهم. وصافي جاو الدار جاب ليا تسع البنات ما عرفتش كي سميته في العربيه. المهم هي انا غادي نحيد غير التسع وصافي هادشي كاع ما كيعجبنيش. صافي البنات هي قطعت التسع ديالي كيما تشوفوا البنات قطعتها وغسلتها. ودابا غادي ندير واحد المقله درتو فيه الزيت وغادي نديرو فيه. المهم شاركت معكم حتى الماكله ديالي كيما يعني المقد اللي غادي نديرو فيه كيما كنديرها انا. واحد المره شاركت معكم بالعيد مره كنشارك معكم. وصافي دابا غادي نحيرها شويه ان شاء الله. ومن بعد البنات ضفتو فيه شويه ملحه ومن بعد ضفتو شويه زعفران ضفتو فيها شويه الثومه حكوكه هذاك كتشري كتبيع هكا. وصافي البنات دابا غادي نحركها نخليها تشحر مزيان وعاد نضيفو فيه واحد البصله غير واحد وصافي. صافي البنات غادي نخليها صافي. قطعت واحد الثوم عتيش البنات غادي نضيفو فيه حتى واحد الثوم عتيش كيما تشوفوا وضيفتو فيه شويه القزبر. وصافي غادي نحركها شويه عاوتاني. ومن بعد غادي نضيفو فيه ما شاركتش معكم العطريه درت غير واحد المعلقه ديال العطريه حيت عندي العطريه يعني مسور. صافي البنات دابا غادي نضيفو فيه غير كاس واحد الماء وصافي ما غاديش نضيفو بزاف ديال الماء غير نص ديال الكاس وصافي. وغادي نخليها تذوب على خاطرها. صافي البنات كيما تشوفوا غادي نخليها حتى غادي تكمل ان شاء الله نوريكم.
مهم هي البنت كيما جات ما شاء الله عندها واحد الريحه اش غادي نقول لكم. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، الا عجبكم ما تنساونيش اللايك ديالكم والاشتراك وتبارطاجا مع القناه باش يدخلكم كل جديد. دابا غادي نخليكم عن النهايه حتى الفيديو الاخر ان شاء الله، والسلام عليكم.